بناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، انطلقت الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى جمهورية لبنان الشقيقة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الانفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت. الشحنة الإغاثية الأولى التي انطلقت من مملكة البحرين إلى الشعب اللبناني الشقيق جاءت تنفيذا لتوجيهات ملكية سامية لتقديم مساعدات عاجلة للشعب اللبناني الشقيق عبر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لدعمه في تجاوز تبعات انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من آثار كبيرة على الشعب اللبناني في موقف يؤكد على المبادئ الراسخة للمملكة في دعم الدول الشقيقة والصديقة ومساندتها لتجاوز الأزمات والتحديات والظروف الاستثنائية. نحمد الله أن كرمنا نقوم بتقديم مساعدات للأشقاء في لبنان بمبادرة من سيدي جلالة الملك وقيادة سمو الشيخ ناصر في توصيل هذه المساعدات الإنسانية. المساعدات عبارة عن أدوية وأجهزة تنفس، أجهزة هامة جدا، والأدوية حسب تنسيق مع المسؤولين في لبنان، بس الهدف الأساسي أن نوصل نلتقي مع الناس ومع المسؤولين نقدم لهم تعازي سيدة جلالة الملك في هالمحنة وهالظروف الصعبة، وأن البحرين دائما واقفة مع الأشقاء وهي مو غريب على سيدة جلالة الملك، فقدمت مساعدات وبطريقة سريعة منظمة إلى الصومال، نيبال، فلسطين، الفلبين، تركيا، مصر. أبدا البحرين ما تتأخر، وراح نجتمع مع وزير الصحة اللبناني معايد أخوي دكتور وليد المانع ونقيم احتياجاتهم. قيم إنسانية راسخة تميزت بها مملكة البحرين تبرز الدور المحوري الذي تلعبه المملكة على المستوى الإقليمي والدولي بكل إخلاص واقتدار، فقد رافق هذه الشحنة عدد من المسؤولين وفريق مختص للقيام بتفقد مناطق الكارثة ودراسة الاحتياجات وتقديم الدعم والمساندة الإغاثية للأشقاء، وذلك بهدف دراسة الوضع وتوجيه باقي شحنات الإغاثة بحسب الحاجة الفعلية. المساعدة الإنسانية الأولى بعد توجيه جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه للمؤسسة الخيرية الملكية وبالتعاون معنا كوزارة الصحة بأن يكون هناك في المساعدات الرئيسية اللي تقدم في مثل حالات يعني الدول المنكوبة أو الأمور اللي تحتاجها مستعجلة بالنسبة حق الطوارئ. فهذه المساعدة الإنسانية اللي بتوصل اليوم بإذن الله هي عبارة عن مواد جراحية، عبارة عن أدوية تستخدم في إنقاذ الحياة، وبعض المستلزمات الطبية الرئيسية اللي المفروض هي تستخدم في هذه الأوقات. هذه عبارة عن مرحلة أولى بالنسبة حق سلسلة متتالية بإذن الله لتقديم المساعدة الإنسانية من ملك الإنسانية في مملكة البحرين، من شخص عامة يعني يكون الاهتمام يكون أن يكون في خلينا نقول في مكان واضح بالنسبة للعالم متى ما احتاج عامة. فهذه مملكة البحرين وهذه شعبها وهذه قيادتها في أن هي توفر الخدمات اللازمة للناس المحتاجين لها. واليوم يعني الجمهورية اللبنانية في أمس الحاجة إلى مثل هذه المساعدات، وهذا التوجيه بيصب إن شاء الله في مكانه. فاليوم بإذن الله بتكون هذه المرحلة الأولية ويتبعها إن شاء الله مساعدات أخرى، على أساس أن اليوم بنلتقي بإذن الله بالمسؤولين وبالمعنيين في الجمهورية اللبنانية، نقيم فيه الوضع معاهم ونسألهم عن حاجاتهم الرئيسية على أساس أن تكون المساعدات في مكانها. أدوية ومستلزمات طبية ضرورية ومتنوعة حملتها هذه الطائرة التي استعدت بسرعة عالية لتلبية واجب المملكة الإنساني والأخوي تجاه أشقائها في بيروت،
فقد غادرت الطائرة وتحفها دعوات وآمال بحرينية لأن يمن الله على جراح اللبنانيين بالشفاء العاجل والنهوض من جديد. توجيهات ملكية سامية جسدت روح التآزر والتعاضد العربي في موقف ليس بغريب على مملكة البحرين لإغاثة وتضميد جراح الأشقاء في جمهورية لبنان والتخفيف من مصابهم وآثار الجراحة التي تعرضوا لها خلال التفجير الدامي والكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.